السلام عليكم، انتم الان مباشره من محل اواني البركه، دائما الجديد كيف ما عودناكم، والتخفيضات اللي كتوصل حتى ناقص 50%. اليوم جبنا لكم سلعه زوينه، كذلك السلعه اللي موصلنا عليها السلعه النحاسيه من النحاس الاصيل، اللي منهم بخرات، منهم بزاف ديال الحويجات. ان شاء الله غنوريهم لكم حاجه بحاجه. نبغيو كلشي ان شاء الله يبارطاجي معنا اللايف، كان حاضر اولا كان حتى كمسجل مع اللايف، يعني غنسينو ان شاء الله شويه اللايف يطلع ونبداو ديك الساعه بالاثمنه والحويجات اللي كاينين. بالنسبه لهاد الطبله الصينيات على جوج اولا الاوفال اولا المربع ديالهم اللي كانوا سلاو لينا، كذلك راه جبناهم اليوم، راه متوفرين حاليا. كذلك عاوتاني لي بريزونطوار تا هما راه متوفرين في جميع الاشكال. كذلك الكويسات تا هما راه جبنا لكم شكيلات زواونين، وكذلك شكيلات مازالين مجموعين مازال ما تحلوش، ان شاء الله غادي نحلوهم في هذا الاسبوع هذا. يعني كذلك عاوتاني لي بلاطو بلاستيك تا هما راه متوفرين عندنا. غنسينو اللايف ان شاء الله يطلع ونبداو لكم ديك الساعه بالاثمنه والسلعه اللي كاينه، وكذلك غادي نزيدو نمددو السولد البروموسيون، غادي تمدد عاوتاني اسبوع واحد اخر ان شاء الله، حيتاش الناس صراحه عجبهم الحال، الناس عجبهم السولد الاثمنه اللي دايرين. كذلك حتى حنا ما غاديش نحرموهم من الاثمنه وغنزيدو نمددو لكم السولد. حاليا الناس اللي حاضرين معنا في اللايف كلشي بارطاجي اللايف باش ان شاء الله دغيا ندوزو الاثمنه. ام بوتينه تبارك الله عليكم، الله يبارك فيك. غاده البداوي وعليكم السلام. هبه السلام عليكم ورحمه الله، وعليكم السلام كريمه، وعليكم السلام، مرحبا بكم. الناس اللي حاضرين دابا معنا في اللايف كلشي طاقي، الناس اللي عندهم غرض باللايف تاهما كذلك باش يدخلوا في اقرب وقت باش ان شاء الله ندوزوا الاثمنه وندوزوا السلعه. بالنسبه لي باك اللي كانوا تاهما سلاو لينا الاسبوع اللي داز راه عاود جبناهم لكم، الباك الكبير اللي كيجي على هذا الشكل هذا، كذلك عاوتاني هذا الباك اللي كيجي على هذا الشكل هذا تاهما راه متوفرين. كذلك المبخره تاهما راه متوفرين في الشكيلات ديالهم. كاين كذلك البونبونيه الكبيره حتى هي راه مازال متوفره حاليا، راه جبناها المبخره الكبيره كذلك حتى هي. البونبونيير في الشكل الجديد حتى هي راه متوفره عندنا. بزاف ديال الحويجات جبناهم لكم، غنبغيوكم حاجه وحده تبارطاجيو معنا اللايف، الله يجازيكم بخير، باش ان شاء الله ندوزو الاثمنه دغيا دغيا. كذلك الباك بالبلاطو ديالو حتى هو راه مازال متوفر عندنا. كذلك عاوتاني جبنا لكم هذا الباك الصغيور حتى هو مناسب في الثمن ديالو، ان شاء الله حتى هو غيكون متوفر طيله الاسبوع. نخصك يلا. بالنسبه للكويسات غادي نوريكم واحد الكويسات موديلات خطيرين، موديلات زواونين، منهم هاد الشكيلات هادو الشجيره، منهم بزاف الموديل. كاين هاد الطوير هذا حتى هو زواقه خطيره، هاد الطوير هذا راه حاليا متوفر والثمن ديالو راه ثمن جد مناسب. كاين كذلك هاد البيض هذا حتى هو متوفر عدد قليل. كاين كذلك هاد الكري هذا حتى هو متوفر، عطى الله ما يدار. كاين كذلك هذا القصير، الموديل القصير حتى هما راه متوفرين، الناس وصونا بزاف على لي موديل. كذلك هذا الموديل هذا ديال الرياض المغرب حتى هو راه حاضر معنا. بزاف ديال الحويجات الحاضرين وبزاف ديال الحويجات عاوتاني نقدروا نقولوا لكم سالاو، حيتاش هذه السلعه هذه دخلناها من يوم الاثنين، يوم الاثنين دخلتنا هذه السلعه هذه، راه حطيناها لكم في لي ستوري. دخلت ثلاث اعتذر ثلاث دخلت هذه السلعه هذه حطينا لكم في الستوري. اغلبيه ديال السلعه راه كاين منهم اللي سالوا، منهم هذا التبصيل على سبعه راه سالا، كانوا فيه اربعه ديال الزواقات، كان فيه جوج في الكحل وكانوا جوج في البيض، سالوا لينا وين ان شاء الله يوم السبت غيعاودوا يكونوا، اولا يوم الاثنين ان شاء الله غيعاودوا يكونوا اربعه ديال الزواقات من هذا التبصيل هذا. كاين كذلك هذه الصينيه هذه اللي جات هي على اربعه، صينيه خطيره حتى هي، شحال هذه هي غابر علينا الصينيه هذه، حنا جبناها لكم. بالنسبه للناس اللي كيسولونا على الكري راه قدرنا نوفرهم لكم. كذلك راه فيها الذهبي ديالها، لاحظوا الخدمه ديالها كي دايره، فيها الرجيلات من التحت، يا سلام خدمه واعره، وكذلك ثمن جد مناسب. دابا ان شاء الله اللايف راه طلع، غنبداو لكم اول حاجه بالباك الخطير اولا الباك نقدروا نقولوا باك اواني البركه اللي كيجي على هذا الشكل هذا، فيه مبخره جوج ديال لي بونبونيير وبلاطو على الشكل هذا، والثمن ديالهم كذلك راه كيف ما العاده كيف ما السولد اللي داز 320 درهم عوض 400 درهم عوض 380 درهم، كتستافدوا منه عند اواني البركه غير 320 درهم. كيتكون من بونبونيير جوج ديال لي بونبونيير، كتكون مبخره كبيره اللي فيها التبصيل كبير بر، الثمن قلنا ما كيتعداش 320 درهم. نعاودو ندوزو لهذا الباك هذا عاوتاني، يا سلام باك صغير وعلى قد الحال، فيه بلاطو الثمن ديالو 90 درهم، كذلك فيه جوج لي بونبونيير ديال 1000 ريال، كذلك فيه بونبونيير ديال 70 درهم. نقدروا نقولوا هذا الباك هذا كيتجمع كامل ب 5000 ريال. الناس اللي غيبغيو باك ناقص شويه في الثمن كاين هذا الباك ب 5000 ريال. كاين كذلك بزاف لي باك ممكن تجمعوهم، غنحاولوا نجمعوهم لكم لي باك، نعاودوه شويه ان شاء الله شويه بشويه وغنوريكم كل شيء. بالنسبه
كاين كذلك الناس والصونع الفراقات ديال 60 درهم، يا سلام حتى هما راهم متوفرين عندنا حاليا، فيهم جوج ديال لي كولور. جبنا لكم الابيض، كذلك جبنا لكم الذهبي ديالها على هذا الشكل هذا. غنحاولوا شي سلعه نهزوها نقربوها لينا هنايا. بالنسبه لهاد الفراقات هادو كاينين على هذا الشكل هذا الذهبيه، وكاين كذلك البيضاء. باش نعاودوا نذكروا، نسيت ما باش نذكروا الناس اللي حاضرين معنا في اللايف، بالنسبه للقرعه راه مازال مستمره، بالنسبه للقانون راه حنا حاليا دابا نفترض 71 واحد، قل من 100 راه تيكون دائما معنا فائز واحد، كي كنشعلوا اللايف تيكون فائز واحد، فاش كنوصلوا ل 100 كيوليو جوج الفائزين، كنوصلوا ل 200 كيولي ثلاثه، كنوصلوا ل 300 كيوليو اربعه، كل 100 تزاد كتزاد معاهم فائز، اولا كتقدروا بالاحرى كتزاد فرصه اخرى للفوز من واحد من المتتبعين. كذلك حتى اليوم ان شاء الله نعاودوا نقولوا للناس بانه غنعاودوا نديروا واحد الحركه تطوعيه، واللي هي غادي نعاودوا نوصيو الناس، والناس اللي عندهم العيالات اللي عندهم لي باج، اللي كيخدموا بلي باج فيسبوك او باج انستغرام، ولا عندها قناه في اليوتيوب، راه غادي ندير لكم واحد يومين في السيمانه اللي غادي يبقاو تصيفطوا لنا لي باج ديالكم على القنوات ديالكم، وغادي نبارطاجيهم معنا في لاباج، باش ان شاء الله كاين عشنا حنا عندنا 20000 ابوني، لما لا غادي نتعاونوا بعضياتنا، وكذلك نبقاو نبارطاجيو لكم لي باج ديالكم ونتعاونوا جميع ان شاء الله. الناس اللي عندهم لي باج ولا عاود داروهم راه غنتعاونوا معاهم، يصيفطوا لنا غير سكرين ديال لاباج ديالها، اولا صيفطنا هي ليا، وحنا اللي علينا راه غادي نسكرينيوها ونحطوها لكم في الستوري. نقدروا نقولوا بانه الستوري دابا ديالنا حاليا كيوصلوا لواحد 2000 واحد 2000 فيو في النهار، لما لا نحطوا لكم حتى انتم لي باج ديالكم ويدخلوا على الاقل من دوك 2000، حتى لا تزادت 100 200 راه فيها خير ماشي مشكل، اللي تزادت مزيانه. حاليا 92 واحد حاضر معنا في اللايف، لما لا نكملوا 100 ونوليو جوج ديال الفائزين ان شاء الله، عاوتاني نشوفوا عاوتاني نوصلوا ل 200 ونوصلوا ل 300 ان شاء الله. قلنا الفراقه الثمن ديالها 60 درهم. بالنسبه لهذا الشيء اللي قلت دابا، الناس اللي ما حاضرينش معنا في اللايف اولا اللي كتعرفي شي سيده اولا اخ عنده هاد لاباج اولا عنده هاد الشيء هذا، يعني ممكن يصيفط لنا في الواتساب، وحنا غادي نتكلفوا ان شاء الله، غادي نديروا يومين في السيمانه نهار مورا اللايف اللي هو الخميس، غنبقاو نبارطاجيو لكم مورا الخميس، وان شاء الله غادي نديروا نهار واحد اخر وسط الاسبوع. حاليا 95 واحد، نكملوا ان شاء الله ال 100. قلنا الفراقه الثمن ديالهم 60 درهم، فيها الذهبي وفيها الكري ديالها. غادي ندوزو كذلك لهذا البلاطو هذا اللي كيجي على هذا الشكل خطير، هذا هذا بلاستيك عظم قاصح، هذا ثمن فيه ثمن واعر، وكذلك حتى الخدمه ديالو. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على لي بلاطو اللي ممكن ندخلهم تحت الروبين نغسلو، هاد لي بلاطو هادو راه ما كتخافوا ما تخافوش منهم، يعني الماء ما كيدي منهم والو، واخا تخلي فيه الماء ما كيوقع له والو، حيت كله مغلف ما فيهش شي خويه من هنايا ولا بالعكس، غادي هابطه هكايا. والثمن قلنا ديال هذا البلاطو هذا 80 درهم. حاليا جبنا لكم جوج ديال الزواقات، جبنا جوج الزواقات نجربوهم، ولكن شفنا اقبال كبير عليهم، يعني ان شاء الله ابتداء من الاسبوع الجاي نقدروا نقول لكم بانهم غيكونوا واحد سته ديال الزواقات منهم ان شاء الله غيكونوا الاسبوع اللي جاي، يعني راه بزاف ديال الزواقات كيطلقوا معاهم كويسات، كيجيو بحال هكا لي موديل. بالنسبه الكيسان الكحال، بالنسبه للكيسان البويض، هما راه كيجيو فيهم واعرين. هادو راه دابا لي بلاطو خطيرين، الثمن قلنا ديالهم ما كيتعداش 80 درهم، لاحظوا معايا الثمن ديالهم ما كيتعداش 80 درهم، الخدمه ديالهم صراحه الله زايده على الثمن ديالها. بالنسبه للثقل حاجه ثقيله ماشي شي حاجه خفيفه، حاجه ثقيله، وكذلك الثمن ديالو خفيف اللي هو 16100 ريال 80 درهم. قلنا جوج ديال لي بلاطو راهما حاضرين معنا دابا، كذلك غادي ندوزو عاوتاني لحويجات اخرين اللي منهم لي بريزونطوار اللي نالوا اقبال كبير صراحه الله، هادو خدمنا بهم الناس عجبوهم، كلشي استفاد من العرض ديال 180 درهم اللي صراحه حتى شي بلاصه اخرى ما تلقايها بهذا الثمن هذا، قدرنا نوفرهم لكم، وكذلك مازال غنبقاو كنوفرهم لكم ب 180 درهم. قلنا الزواقه الاولى ريشه 180 درهم، كاينه كذلك الزواقه الثانيه 180 درهم، الزواقه الثالثه 180 درهم، الرابعة كذلك 180 درهم، الخامسة 180 درهم اللي هي 3600، الستة 180 درهم، والسابعة كذلك 180 درهم، هادو كلهم 180 درهم طيلة الأسبوع إن شاء الله الجاي. كاين كذلك الفراقات اللي كيجيو على هذا الشكل هادو، حتى هما راهم متوفرين، والثمن ديالهم لا يتغير، 120 درهم عوض 150 درهم عوض 140 درهم. بالنسبة للناس اللي كانوا كيحضروا معنا من الأيام الأولى اللي دازت أولا من شحال هادي، راه يعقلوا على هاد الفراقات بأنهم 150 درهم، باش كلشي داير لهم 150، حاليا أولا البركه كتستافدوا من العروض ديالهم 120 درهم. غنجيو كذلك للسله اللي الثمن ديالها 200 درهم على ثلاثه، كيجيو على هذا الشكل هذا 200 درهم، فيهم اربعه ديال الزواقات. كاين كذلك عاوتاني لي بورت سيرفيت على هذا الموديل هذا، فيهم بزاف ديال الزواقات، كاين هذا الموديل هذا 50 درهم، كاين كذلك هذا الموديل 50 درهم، كاين هذا الموديل 50 درهم، كاين كذلك هذا الموديل عاوتاني الناس اللي كيبغيو الكري اولا اللي عندهم السراس الكري، حتى هما راه متوفر عندنا لي سيرفيت ديالكم، الثمن كذلك 50 درهم،
كاين كذلك هذه 50 درهم، وكاين عاوتاني هذا الموديل هذا اللي على شكل ريشه، هذا حتى هو لا تعقلوا عليه راه كان ب 80 درهم، حاليا راه موفرين لكم ب 60 درهم، لاحظوا معايا 60 درهم خدمه ديالو راه زايده شويه على هذا. كاين كذلك الناس اللي غيبغيو بورت سيرفيت يكون شويه قاصح اولا شويه خدمه ديالو زايده، كاين هذا البورت سيرفيت على هذا الشكل هذا كيجي خطير، هذا خدمه ديالو واعره، الثمن ديالو قلنا هذا 70 درهم، فيهم بزاف ديال الزواقات 70 درهم. لاحظوا معايا الزواقه لوزاره، بزاف ديال الحوايج ممكن تمريهم بهاد السيرفيات هادو. غادي نجيو كذلك لهادو اللي كيجيو على هاد الشكل هادو، الثمن ديالهم 80 درهم 16 ريال، فيهم جوج ديال الزواقات، الزواقه الاولى كتجي على هاد الشكل هذا، الزواقه الثانيه على هاد الشكل هذا، سمحوا لي كاينه الثالثه ان شاء الله على هاد الشكل هذا. كاين كذلك هاد لي بلاطو هادو على هاد الشكل المستطيل، الثمن ديالهم 130 درهم، كاين كذلك هادو 130 درهم اللوزه. بالنسبه لهاد البروموسيون ديال هاد لي بلاطو هذا راه كانوا ب 140 درهم، حاليا راه كنوفرهم لكم ب 130 درهم، الناس اللي غيديو جوج 130 درهم، واللي غيدي بالواحد 12 ريال على 16 ريال اللي هي 60 درهم على 80 درهم. حاليا 139 واحد حاضر معنا في اللايف، كلشي يعطينا قليبات، راه ولينا كنلاحظوا بان الناس ما كيعطيوناش قليبات بزاف، كنساليو اللايف كنلقاو لي جيم او القليبات قلالين مقارنه مع لي فيو اللي عندنا في اللايف، يعني كلشي اللي حاضر معنا في اللايف يعطينا قليب قليب او يعطينا جيم. قلنا هاد لي موديل هادو الثمن ديالهم 130 درهم، فيهم ثلاثه الزواقات مستطيلين، غنجيو الاوفال حتى هو 130 درهم اولا 60 على 80، فيهم حتى هما هذا الشكل هذا. كاين كذلك هذا الموديل هذا حتى هو متوفر عندنا ب 80 على 60 اللي هي 130 درهم، كاين كذلك الداير ديالهم كيجي على هذا الشكل هذا، كاين كذلك هذا الموديل حتى هو، وكاين كذلك هذه الزواقه هادو، هادو اللي وريتكم كلهم 130 درهم. غادي نجيو لواحد الحويجه اللي غادي ندير لكم فيها عاوتاني سولد واعر، لاحظوا معايا هاد الصغار هادو الصغار غادي ندير لكم تاوما خطير، هاد السولد هذا عوض 60 درهم، غنحطوا لكم هاد لي بريزونطوار هادو غتستافدوا منهم طيله هاد الاسبوع فقط، هاد الاسبوع وغيعاودوا يرجعوا للثمن ديالهم 50 درهم، كلشي غيستافد من هاد البريزونطوار صغير السيرفيس ب 50 درهم 1000 ريال. فيهم بالنسبه للزواقات راه فيهم بزاف ديال الزواقات، اولهم كاين هاد الموديل هذا، الثاني كاين عاوتاني اللوزه، الثالث كاين هاد الموديل هذا، تقريبا راه كاع الزواقات اللي وريتكم سته ديال الزواقات راه متوفرين فيهم هادو السولد ديال 1000 ريال، وكاين كذلك هادي، هادو كلهم دابا اللي كنوريكم 50 درهم غادي تستافدوا منهم طيله هذا الاسبوع هذا ان شاء الله. قلنا هادو 50 درهم، وغادي نجيو كذلك عاوتاني لهذا البريزونطوار المستطيل اللي كيجي على هذا الشكل هذا، غتستافدوا منه فقط ب 60 درهم عوض 70 درهم 60 درهم طيله هذا الاسبوع هذا. كاين كذلك هاد لابواط هذه اللي كتجي على هذا الشكل حتى هي كذلك تستافدوا منها ب 60 درهم فقط. غنجيو لهاد لابواط اللي الصراحه ما بقاش فيهم عدد كبير، هادو قليلين دابا العدد اللي فيهم، قلنا الثمن ديال هذه 90 درهم والثمن ديال المويه 100 درهم، كاين كذلك الصغيره 90 درهم والمويه 100 درهم. غنجيو لهاد ديال البور سيرفيات اللي كيجيو الريشه حتى هما راه مازال متوفر والعدد قليل، الثمن ديالهم 30 درهم. كاينين السلات اللي غنوريكم دابا كري اولا ذهبي، الثمن ديالهم 30 درهم حتى هما فيهم اربعه ديال الزوقات كل لون. غنجيو الصغار ديالهم اللي كيجيو على هذا الشكل اربعه ب 1000 ريال حتى هما راه مازالين متوفرين، لاحظوا معايا خدمه زوونه اربعه ب 1000 ريال. كاين كذلك هادو اللي كيجيو على هذا الشكل برجيله حتى هما اربعه ب 1000 ريال، يعني جوج ب 25 درهم. كاين كذلك هاد السيبور هادي ديال المسكوته الثمن ديالهم 60 درهم، كاين هاد الفراقه هادي الثمن ديالها 70 درهم، وقلنا هاد الموديل 60 درهم. غنجيو هاد البريزونطوار اولا الكوب كيك هادي اللي كتجيب الغطايه الثمن ديالها عوض 130، راه درنا لكم السولد ومازال مستمر اللي هو 120 درهم، هاد الموديل هذا 90 درهم، وكاين هاد الموديل 70 درهم. غنجيو كذلك لي تيرموس الثمن ديالهم 3200 اللي هي 160 درهم جوج، كارونتي شي حاجه اللي كتسخن وبلا كارونتي خلاص الا ما لقيتيهمش كيسخنوا حنا راه كنتكلفوا بهم. غادي نجيو كذلك لهاد هاد القريعات هادو اللي كيجيو على هاد الشكل هادو كيستعملوا لي بونبون الشوكولات، الثمن قلنا ديالهم 90 درهم كانوا باش كانوا الوحده، حاليا غنوفرهم لكم ب 80 درهم وجوج 150 درهم، يعني جوج حبات 150 درهم. كاين كذلك المقله العجيبه حتى هي راه مازال متوفره والعدد قليل جدا، بقى فيهم المارو وبقى فيها الغوز، ديسيني ميد ان ايطالي اوريجينال، الثمن ديالها عوض 220 عوض 200 درهم، غتستافدوا منها غير ب 170 درهم، لاحظوا معايا 170 درهم باش تستافدوا منها. غنجيو كذلك لهاد الزيزوات
اللي كيجيو على هذا الشكل هذا غرانيت خدمه خطيره الثمن ديالهم 160 درهم لاحظوا معايا 160 درهم باش تستافدوا منهم ماشي 190 ماشي 180 ماشي 170 160 درهم سيرفيس غارونتي كاين كذلك الطراب اللي كيجي على هذا الشكل هذا المزيان الثمن ديالو 60 درهم كاين كذلك هذا الميزان الكترونيك اللي كيجي على هذا الشكل الثمن ديالو 60 درهم كاين كذلك هذا الطحان هذا إليت إينوكس الثمن ديالها 60 درهم كاين هاد الطراب هذا الكبير الثمن ديالو 110 درهم غنجيو لهاد لي هاشوار اللي كيجيو منه جوج ديال الكيسان لاحظوا معايا جوج ديال الكويسات كيجيو فيهم جوج المواس الربعة ثلاثة د المواس الجوج وطراب الثمن ديالهم عوض 200 درهم تستافدوا منه ب 180 درهم بالنسبة للناس اللي كيجيو عن طريق اللايف ضروري ما تقولوا لنا ما تقولوها لنا في المحل حيت هاد الارتيكل هذا اللي كنقول لكم دابا انا 180 درهم لا جيتي سولتي في المحل راه غتلقاه ب 200 درهم يعني الا قلتي لنا انا راني جاي عن طريق اللايف اوتوماتيكمون تيولي لك 180 درهم كذلك الحوايج وحد اخرين كذلك حويجات اخرين قلنا كاين فيها هذا الموديل اللي وريتكم وكاين كذلك هذا الموديل هذا اللي هو فيه جوج ديال ليبو كاين ديال اينوكس وكاين ديال الزاج بالنسبه للمواس هما كذلك نفس العدد المواس بالنسبه لليواط راه فيهم 1400 واط يعني اكبر عدد ديال الليواط راه هو هذا 1400 واط والثمن ديالهم 180 درهم غادي نجيو كذلك العطريه الثمن ديال هذه 150 درهم كاين كذلك هذا الموديل 130 درهم كاين كذلك هذا الموديل 120 درهم حاليا دابا غادي ندوز لكم السلعه ديال فاس لاحظوا معايا السلعه ديال فاس كامله وان شاء الله موراها غندوز الكويسات اولا نسبقوا الكويسات واقيلا افضل نسبقوا الكويسات باش ان شاء الله موراها ناخذوا راحتنا في السلعه ديال فاس قلنا بالنسبه لهذا الموديل هادو اللي فيهم النجمه الثمن ديالهم عوض 70 درهم غتستافدوا منهم ب 60 درهم كاين كذلك لاحظوا معايا هذا الموديل هذا بالنسبه لهذ الزواقه راه فيها عندنا في مازال عندنا في السطوك شي ثلاثه ديال الزواقات هادو اللي في الوسط الثمن ديالهم عوض 70 درهم 80 درهم 60 درهم لاحظوا معايا فيهم كولور واعر كاين كذلك هذا الموديل القصير بتي موديل كاين في الذهبي كاين في لي كولور حتى هو راه مازال عندنا الثمن ديالو 60 درهم حاليا 175 واحد حاضر معنا في اللايف لما لا يعطيونا بارطاج بارطاج لواحد وغنوصلوا ان شاء الله ل 200 ونعطيو فرصه اخرى للفائز واحد اخر ان شاء الله الهاشوار خديتو زوين سلمى خامه شكرا اختي مرحبا بك انيقين ورائعين ندى الامل شكرا لك بلاطو اللي عجبوني الصراحه مالفا اليسيا كاينه اختي بالبلاطو عطا الله الشكيلات مازال غنوريكم لي بلاطو اللي كنا درنا فيهم السولد راه مازال ان شاء الله السولد مستمر وعليكم السلام ام طه كنحاولوا دابا نقراو لي كومونتير حيت اغلبيتهم مور لايف ما كنقدروش نقراو لي كومونتير كنلقاو على الاقل 2000 كومونتير يعني صعيب باش نقراوهم كاملين كنحاولوا دابا ندوزو لي كومونتير الماكسيموم ديالهم باش ان شاء الله عاوتاني كنحاولوا نجاوبوا الناس في الواتساب وفي ميسنجر كاين كذلك هذا الموديل هذا اللي كيجي على التشكيل الثمن ديالو 60 درهم وبالنسبه لي موديل الكاس هذا الشيء اللي كنوريكم راه موجود هذا الاسبوع هذا والصف اللي تسالى راه كيعاودوا رومبلاسيه زواقه واحده اخرى قلنا كاين كذلك هذا الموديل 60 درهم يعني هذا بزاف ديال لي موديل حاليا نقدر نقولوا شي 8 ديال لي موديل راه ما كنصورهم لكمش حيت ما عندناش البلاصه فين نحطوهم كذلك هذا الموديل 60 درهم كاين كذلك هادو اللي وريتكم ديال الطوير واعر هذا هذا الطوير خطير لاحظوا معايا زواقه واعره الثمن ديالو 60 درهم كذلك غنجيو لهذا ديال الشجيره حتى هو كذلك متوفر الثمن ديالو 60 درهم كويسات كلهم فينين خدمه واعره تهز الكاس تقدر تقول هذا كاس ديال 100 درهم ديال 120 درهم ماشي ديال 60 درهم من ناحيه لا فينيسيون من ناحيه لا كاليتي ديال الزاج الثمن ديال هذا كذلك 60 درهم كاين كذلك هذا الموديل حتى هو حاضر معنا 60 درهم كاين كذلك هذا الموديل اللي غادي نزيدو نسولدوه لكم وغادي نوفروه لكم ب 1000 ريال 50 درهم عمر هذه الباكيه ديالك تبقى ب 1000 ريال الناس كاين كذلك هذا الموديل 60 درهم غنجيو لهذا الموديل مزيان الثمن ديالو عوض 100 درهم غنخليو لكم باكيه وحده اللي بقات فهذا نقدر ما نحسبوش كاع هذا اللي جاي يديه راه غيديه ب 80 درهم غنجيو كذلك هذا الموديل 60 درهم وهادو لي موديل اللي زايدين شويه في لاكاليتي الثمن ديالهم 100 درهم غنحسبوهم لكم 90 درهم حتى بالنسبه للعدد حتى هما راه عدد قليل اللي بقاو فيهم كاين كذلك هادو اللي كيجيو طبيس لاصاك على ثلاثه الثمن ديالهم 100 درهم حتى هما راه مازالين عندنا بالنسبه لهادو ديال الفران الكبير 150 درهم على هادو 150 عوض 180 عوض 170 150 درهم والصغار غتستافدوا منهم فقط 110 درهم لاحظوا معايا 110 درهم عوض 120 درهم بالنسبه للصينيه حتى هي راه مازال متوفر عندنا الصغيره اللي كانت 200 درنا لها 150 درهم وكذلك غيبقى الصول مستمر 150 درهم كاين كذلك المويان ديالها اللي كانت 300 درهم غتستافدوا منها ب 250 درهم طيله الاسبوع كاين كذلك القياس الوسطاني اللي تيكون ما بين هادو ديال 400 درهم راه سالا لينا وين ان شاء الله ابتداء من يوم الاثنين غادي نوفروه لكم فقط ب 350 درهم عوض 400 درهم
350 درهم لا كوموند راه حنا لونسيناها. كذلك بالنسبه اللي كيسولوا على النقري حتى هو راه غيكون ان شاء الله ابتداء من يوم الاثنين. الكبيره اللي كانت ب 500 درهم حتى هي كذلك 450 درهم. غنجيو لهاد الصينيه على اربعه فيها الذهبي وفيها الكري خطيره هادي ما كيتفرقوش كيتباعوا كومبلي. الثمن ديالهم عوض 320 درهم عوض 300 درهم غنوفرهم لكم ب 280 درهم. كاينه كذلك غنجيو للذهبيه. بالنسبه للطبيصلات اللي كيديروا 2400 ريال غنوفرهم لكم كذلك طيله الاسبوع ب 110 درهم وكذلك راه وفرناهم طيله الاسبوع والناس راه استفادوا منهم ان شاء الله. ابتداء من يوم الاثنين حتى هما غيكونوا فيهم اربعه ديال الزواقات جوج كحل وجوج بويض. بالنسبه للطاجين حتى هو راه مازال متوفر الثمن ديالو 40 درهم. غنجيو كذلك لهاد الفراقات اللي نالوا اقبال كبير صراحه الله كلشي جا استفاد منهم بصحتكم وراحتكم. والعدد كذلك راه مازال متوفر قدرنا نوفروا لكم عدد كبير باش نلبيو الرغبات ديال الناس كاملين اللي كيجيو عندنا. قلنا الثمن ديال هذه 60 درهم فيها هاد الزواقه كاين كذلك فيها هاد الزواقه هاد. لاحظوا معايا هنا العنق مختلف على هذه بجوجهم الثمن ديالهم 60 درهم 60 درهم 60 درهم. غنجيو كذلك للطويجين اللي تا هو صراحة الله نال إقبال كبير الثمن ديالو عوض 170 عوض 130 درهم غتستافدوا منه ب 110 درهم. عنده طبيصين نحاس والفوق زاج كريستال. هذا الثمن ديالو قلنا عوض 130 درهم 140 غتستافدوا منه ب 110 درهم. هذا الشيء غزال الله يبارك فيك اللهم يسر ولا تعسر أثمينة في المتناول. شكرا لك تبارك الله وما شاء الله شكرا لكم بزاف. بالنسبة للقانون المسابقة نعاودو نذكرو بأنه كتشارك معنا بجوج كلمات على الأقل في الكومنتير وكتربح معنا قسيمة شراء ديال 100 درهم. بالنسبة للناس اللي فاتوا ربحوا راه ما كيعاودوش يربحوا باش كنخليو فرصة لواحد آخر جديد إن شاء الله اللي عاد دخل معنا في اللايف. حمزة عافاك هذاك البلاطو ديال 80 درهم وريه لي بغاتو الحاجة بلاطو ديال 80 درهم. هنا واحد أختي صفوان هذا يا بغيتي هذا ديال البلاستيك هذا أختي ها هو راه مازال إن شاء الله ابتداء من يوم الاثنين او الثلاثاء غادي يكونوا فيه خمسه او سته ديال الزواقات. بالنسبه لله كاليتي ديالو خدمه واعره ومتقونه خدمه قاصحه. هذا بلاستيك عظم ماشي زعما شي حاجه اللي بلاستيك عظم. ورينا خويا دوك لي باني حتى هما اللي صراحه الله الناس استفد. قبل ما نكملوا الطاجين بعدا قلنا كاين كذلك هذه الزواقه هذه اللي كيجي على هذا الشكل هذا حتى هو الثمن ديالو 110 درهم. كاين كذلك الكبير ديالو اللي كيجي على هذا الشكل هذا الثمن ديالو 150 درهم تا هو خطير. غادي نجيو لهاد لي باني هادو تا هما واعرين هادو صراحه الله كلشي استفد منهم ان شاء الله. كذلك راه مازالين متوفرين ونعاودو نوفرهم ونعاودو نعمرو منهم ستوك. فيها الدايره فينيسيون واعره خدمه متقونه لاحظوا معايا هادي 1000 ريال عوض 60 درهم 50 درهم. والمربعه ديالها اللي كبيبره شويه بغيت نشوفها عمر الكبيبره ديالها شويه مربعه كتجي الثمن ديالها كذلك ما كتغيرش واللي هو 50 درهم. غادي ندوزو كذلك دابا دغيا دغيا لي بلاطو اللي حاضرين معنا هنا. بالنسبه لهاد الصينيه على ثلاثه الثمن ديالها 220 درهم مجموعه اولا بالنسبه للناس اللي غيديو بالواحد الثمن ديالهم 60 درهم صغيره اللي كتجي على تشكيل على 80 درهم المويه اللي كتجي على تشكيل هذا والكبيره 100 درهم. لاحظوا معايا 100 على 80 على 60 واللي غيديو مجموعين راه كتنقصلو 20 درهم يعني كيتقاموا عليه 220 درهم عوض 240. كاين كذلك هذا الموديل اللي كيجي على تشكيل حتى هو فيه الصغيره كتكون قد هذه شويه كبر منها 60 80 100 او اللي غيديهم مجموعين 220 درهم. غادي نجيو كذلك هذا لي بلاطو الغنيين على التعريف حتى هما 150 درهم على 200 درهم. كاين كذلك هذه القفيزات نعاودو نوريهم حتى هما فيهم المربع وفيهم كذلك الداير كيجيو على التشكيل هادو. كاين هذا الموديل وكاين هذا الموديل الثمن ديالهم 15 درهم الوحده يعني 4 ب 60 درهم 4 ب 60 درهم. كنتمنوا نربحوا صفاء رشيد مرحبا بك اختي ان شاء الله كلشي غيربح معنا. اللي ما ربحش اليوم اولا ما ربحش النوبه اللي دازت غيعاود يربح ان شاء الله مع سائر الايام. كاين كذلك هذه الصينيه اللي وريتكم قبيله في الكري هي الذهبي ديالها كذلك هي متوفره والثمن ديالها 280 درهم. غنجيو كذلك هذا لي بلاطو على جوج 164 واحد حاضر معنا في اللايف اليوم. كاين عدد قليل اللي حاضرين معنا ماشي مشكل كاينين الناس اللي عندهم اغراض كاين اللي عنده شغل حنا غنحاولوا نخليو اللايف اونريجستري باش كذلك كلشي يستافد من اللايف اللي حنا عارفين بانه اغلبيه الناس تيكونوا ما كيتفرجوش معنا لايف ولكن كيتفرجوا في اللايف من مور ما كيساليو. قلنا كاين هذا الموديل على جوج الثمن ديالو اللي غيديهم اللي غيديهم مجموعين 140 درهم 2800 واللي كيديهم مفرقين 60 درهم على 140 على 90 درهم هي 150 درهم بحال 10 درهم كينقص اللي كيديهم بجوج. غادي نجيو كذلك لهاد لي بريزونطوار على ثلاثه الثمن ديالهم عوض قلنا 180 درهم غتستافدوا منهم فقط 150 درهم. لاحظوا معايا 150 درهم على ثلاثه فيها الزواقه رقم واحد فيها الزواقه رقم جوج. كاين كذلك هاد البريزونطوار على هاد الشكل هذا
خطير. هذا خدمه فينيسيون واعره، الثمن ديالو عوض 150 درهم، غتستافدوا منه فقط 130 درهم. لاحظوا معايا 130 درهم. غنجيو كذلك لهذا الموديل اللي كيجيب هذه التشكيلات بهذه الحديدات من الفوق وهذا الفراشه اللي الفوق، الثمن ديالو 220 درهم، غتستافدوا منه ب 210 درهم. كاين كذلك هذا القفز على جوج، الثمن ديالو عوض 120 درهم، غتستافدوا منه ب 110 درهم. حاليا دابا دزنا هذه السلعه اللي كاينه هنا، بقات لنا السلعه ديال فاس، نعطيكم فكره. بالنسبه لهذا المبخر بالمراش، الثمن ديالهم عوض 420 درهم، غتستافدوا منه ب 380 درهم. الناس اللي كيسولوا على ليفريزون او للناس، سمحوا لينا بعدا نقدر نقول واحد التوضيح. اليوم عندنا كانوا عندنا دي كوموند اللي خصنا نصيفطوهم للناس، الصراحه جاتنا السلعه وحنا وكانوا الناس بزاف في الصباح، ما لقيناش كنديروا نجمعوا لي كوموند الناس، يعني هادو الناس اللي ملونسينا لي كوموند يسمحوا لينا بزاف. حتى غدا ان شاء الله عاد نصيفطهم لكم، واخا غدا يوم الجمعه ما كنحلوش، وان قررنا بانه غادي نجيو في الصباح. اليوم غنجمعوا لكم لي كوموند بالليل، وغدا في الصباح ان شاء الله غادي نعيطوا للسيد يدير الراماساج. هذا هو الجهد اللي قدرنا نديروه عليكم، وان يسمحوا لينا الصراحه الله غتطلع لكم شويه لا كوموند، وان راها توصلكم ضروري. كاين كذلك هاد الكوبا اللي كتجي على تشكيل عوض 140 درهم، تستافدوا منها 120 درهم، عوض 140، عوض 130، 120 درهم. كاين كذلك هاد الموديل اللي كيجي على تشكيل عوض 200 درهم، تستافدوا منه ب 180 درهم. لاحظوا معايا كل ارتيكل ناقصه فيه 40 20 درهم. كاين كذلك هاد البونبونيه اللي وصلونا عليها الناس، عوض 60 درهم، كذلك نوفرهم لكم ب 50 درهم. لاحظوا معايا 50 درهما. كاين كذلك الكبيره، يا سلام هذه راه كبيره، الثمن ديالها كان ب 300 درهم، حاليا راه كنوفروها للناس 250 درهم. لاحظوا معايا 5000 ريال بونبونيير كبيره اللي كتصلح في الكوان، كتصلح في السطيره، فوق الطبيله اللي بغيتي. يا سلام بعد هذا الارتيكل هذا الصراحه غبر علينا مده طويله. حاليا راه متوفر المريشه، الانيقه والخدمه الفينيسيون لا كاليتي راه حاضره اليوم، والثمن ديالها 45 درهم. 45 درهم. غادي ندوزو كذلك لهاد الطبيصيل اللي كيجي على هاد الشكيل هذا، مع جوج ديال لي بونبونيير ديالو، كيجي خطير. الثمن ديالو عوض 80 درهم، كنديرو لهم 70 70، والطبصيل 90 درهم، اللي هي 5000 كيجيو هما نورمالمون 140 درهم، كتزيد عليها هي كتجيو 4600 ريال. هاد الباك هذا اللي فيه الطبصيل، فيه جوج ديال لي بونبونيير كبار، 4600 ريال. غادي نجيو لهاد الموديل هذا اللي كيجي الثمن ديالو ب 4200، جوج لي بونبونيير كبار وطبصيل كبير. كاين كذلك الا بغيتي دير مع هاد لي بونبونيير هادو، كيتقام عليك 190 درهم، جوج من هادو والطبصيل ديالهم 190 درهم. كاين كذلك هاد الطبصلات هادو الانيقين اللي كيجيو للمملحات اولا الكاطو، الثمن ديالهم 45 درهم، عوض 1000 ريال، ندير لكم جوج ب 90 درهم. لي بونبونيير الصغار حتى هما راه متوفرين عندنا 1000 ريال. كاين كذلك عاوتاني المبخره على هذا الشكل، الثمن ديالها 160 درهم، الفراقه على هذا الشكل هذا 320 درهم. الفراقات الصغار كاين هذا الموديل 100 درهم، هذا الموديل 120 درهم، والموديل ديال 150 درهم ابتداء من يوم اثنين ان شاء الله. كاين كذلك هذه الفراقه على هذا الشكل على اربعه، الثمن ديالها 240 درهم. كاين كذلك هاد الموديلات هادو اللي كيجيو على هاد الشكل، الثمن 210 عوض 230، فيها هاد الزواقه، فيها هاد الزواقه، وفيها هاد الزواقه اللي عاد جات اليوم ان شاء الله. بالنسبه عاوتاني الناس اللي كيبغيو مبخره بوحده، مبخره بوحده حتى هي راه متوفره، والثمن ديالها 120 درهم. غادي ندوزو دغيا دغيا لهاد لي بلاطو على جوج، الثمن ديالهم كان ب 5400، حاليا في السول اللي درنا لكم 230 درهم، وحاليا غادي نزيدو نوفرهم لكم ب 230 درهم. بالنسبه للزواقات، فيهم الزواقه رقم واحد على هذا الشكل، فيهم الزواقه رقم جوج على هذا الشكل هذا، فيهم الزواقه رقم ثلاثة على هذا الشكل هذا، وفيهم الزواقه رقم ربعة على هذا الشكل هذا. لاحظوا معايا، وكذلك الزواقه رقم خمسة على هذا الشكل هذا. هادو الثمن ديالهم بجوج 230 درهم. بالنسبه للناس اللي غيبغيه الواحد صغير اولا واحد كبير، الصغير كنحسب ماشي المويان كنحسبو لكم ب 100 درهم عوض 120، والكبير عوض 160 درهم، كتستافدوا منه ب 140 درهم. غنجيو لهاد لي بلاطو عاوتاني اللي كيجيو على هاد الشكل، تا هما راه متوفرين، يا سلام، فيهم 6 زواقات. كاين هاد الموديل هذا فيه الباندا ذهبيه وفيه الباندا كحله، ها الباندا ذهبيه وها الباندا كحله، الثمن ديالهم عوض 150 درهم، غتستافدوا منه ب 140 درهم. حاليا السلعه راه موجوده، عطى الله ما يدار، نبغيو كلشي يجي يستافد من حتى السلعه موجوده. كاين كذلك الريشه تا هو فيه الكحل وفيه الذهبي ديالو، الثمن 140 درهم. كاين كذلك عاوتاني هذا الموديل هذا فيه الذهبي وفيه الكحل، الثمن ديالهم كذلك 140 درهم. شنو هي؟ كاينش الشريفه اللي عطيت بعيك هذيك ب 600 درهم؟ انا والدري اللي تنكونوا هنا كاينه بالبيض 800 درهم. الشريفه الا تبعت الباح ب 600 درهم راه غلط معاك الدري.
كاين كذلك هذا الموديل هذا الثمن ديالو 230 درهم وكاين هذا الشكيل على 4 الثمن ديالو 200 درهم وغادي نجيو لهاد لي بلاطو هادو دغيا دغيا الثمن ديال هاد الجوج هادو 220 درهم كاين هادو على 3 320 درهم كاين كذلك هاد الموديل هذا 320 درهم كاين هاد الموديل هذا الثمن ديالو 220 درهم كاين هاد البلاطو بلاستيك الثمن ديالو عوض 60 درهم 50 درهم كاين كذلك عاوتاني هاد لي موديل هادو الثمن ديالهم 90 درهم 90 درهم كاين هذا 100 درهم وكاين هاد الموديل 1600 والكبير ديالو ب 1800 حاليا غادي ما نبغيوش نتقلوا عليكم في اللايف بزاف بالنسبه لهاد الطبيصلات حتى هما راه متوفرين عندنا عوض 50 درهم 45 درهم هاد لي موديل هادو 140 درهم على جوج هاد الموديل 220 درهم على جوج هاد الموديل 140 درهم على جوج الصغير ديال هاد الموديل الثقيل 90 درهم حاليا دابا نقدروا نقولوا باننا وصلنا لكم اكبر عدد ديال السلعه وصلنا لكم الفكره غنخليو ان شاء الله الوقت فين ندوزو الفائزين بجوج اليوم ما بارطاجيتوش اللايف ما عطيتوش فرصه للفائز الثالث ماشي مشكل نسينو ان شاء الله اللايف اخر ويكونوا ان شاء الله ثلاثه معنا او اربعه الفائزين البلاطو ديال 140 درهم غزال اللهم يسر ولا تعسر امين امين طوب طوب الله يسر امين شكرا لكم بزاف شكرا على هاد لي كومونتير الزوينه شكرا على التفاعل ديالكم كذلك شكرا على البارطاج ديالكم وعلى لي جيم قبل ما ندوزو للفائزين نبغي كلشي عافاك اللي حاضر معنا في اللايف يعطينا قليب او لا يعطينا جيم باش نتاكدوا بانهم كاع الناس اللي دخلوا معنا في اللايف راه عجبهم اللايف حيت النوبه اللي داز كانوا معنا 300 واحد حاضر معنا في اللايف فسالينا اللايف لقينا 210 ولا 220 جيم يعني 80 واحد ما دارش جيم ما عرفناش واش اللايف ما عجبوش او لا نسى ما دارش جيم هادشي علاش دابا كنوصيوكم باش نحيدوا هاد الاشكاليه نعاودو نذكروا الناس قلنا اللي حاضرين معنا في اللايف اولا المتتبعين ديالنا راه يوم الخميس اللي هو اليوم ويوم اخر وسط السيمانه غنخصوه لي ستوري اللي غنديروا غنخصوها لي باج اللي عند العيالات اولا لي شين غنبارطاجيهم معكم باش ان شاء الله لي زابوني اللي عندنا حنايا يتعاونوا كذلك نتعاونوا بعضياتنا والناس يتزادوا عند شي اللي عند شي اللي كاين في شي بلاصه يتزاد عند واحد اخر باش كلشي ان شاء الله يتحرك غادي ندوزو كذلك قلنا دابا الفائزين اجا خويا ورينا دابا راه اليوم كاين معنا هي جوج ديال الفائزين النوبه اللي دازت راه كانوا خمسه واليوم كاينين جوج ماشي مشكل كل نهار ونهارو يلا سيدي واحد جوج احبس اللي شديت برك باش هاكاك باش تطلع واحد جوج ثلاثه هاي رانيا برك عليها ريان ماشي ريان ريان ليا ها هي هادشي ديال 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 الفرع مرحبا بك ريان الاخت اولا الاخ المهم اللي خدام بهذا الكونت هذا راك ربحتي معنا قسيمه شراء ديال 100 درهم نبغيك تواصل معنا في الواتساب كنتي في مكناس تجي تستافد من السلعه ديالك وكان افضل الا كنتي تجي للمحل كتجي كتاخذ السلعه ديالك 100% حيت لا ليفريزون اغلبيه تلقاو مشكل في لا ليفريزون ما كيبغيوش يليفريو لنا ارتيكل اولا الناس اللي كيكونوا رابحين معنا قسيمه شراء ديال 100 درهم فاش كتقول له راه كاين توصيل ب 55 درهم كيقول لك راه بزاف عليا كنلقاو مشكل يعني من الاحسن وان شاء الله من دابا الفوق نقدروا غادي نقولوا واقيلا يعني الا كوموندتي عندنا راه غنصيفط لك ديك البياسه اولا تجي للمحل كان افضل تجي للمحل حيت اغلبيه الناس تيقول لك انا ما غاديش بحال الا شريتها ب 55 درهم الا خلص عليها الليفريزون ديال يعني بحال 100 درهم بحال 55 درهم ما عندنا ما نديرو دابا قلنا فائز واحد راه عزناه اللي هو ريان كذلك غادي ندوزو للثاني نعم كامله بيضاء لا واحد جوج ثلاثة مالفا أليسيا أليسيا شنو كاتبة كلمة واحدة جوج كلمات الأخت بالصحة والراحة راك أنت هي الفائزة الثانية معنا قسيمة شراء ديال 100 درهم إلا جيتي للمحل راك تستافدي منها أختي يعني نقولوا أرتيكل داير 120 درهم راه إلا كنتي أنت من الفائزين راك تستافدي منه كتشريه ب 20 درهم شنو نقول لكم الى حد الان غننتهي وان شاء الله ونخليو عاوتاني فرصه نخليو عاوتاني واحد الوقيت اخر او نخليو سلعه واحده اخرى ان شاء الله الخميس المقبل اللي غيكون حتى هو عامر بالسلعه راه حنا وعدناكم باللايفات اللي دازو بانهم من دابا الفوق راه نبقاو نجيبو لكم الجديد كذلك فوق ما كانت شي سلعه زوينه راه نتوما الاوائل اللي غادي تستافدوا منها شكرا لكم بزاف شكرا الناس اللي كيتبعونا من اول لايف حتى لاخر لايف شكرا للناس اللي كيتبعونا من البدايات ديالنا حتى اليوم شكرا لكم بزاف وان شاء الله نتلاقاو في لايف اخر اللي هو يوم الخميس ونعاودوا نذكركم اللي عنده شي باج
اولا عنده شين اولا عندها شين اولا عندها باج تصيفطها ليا في الواتساب تواصل معايا في الواتساب باش نبقاو نبارطاجيو لي باج ديال الناس نتعاونوا وبعضياتنا ان شاء الله. يلا السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله يوم الخميس.